بسم الله الرحمن الرحيم.
اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى ويخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. لم يأتي عليك ولم تأتي بنا من الخسر دولة بالحسين
بالحسن بن علي
لحسن بن علي عليه لعن الله
السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ورسوله حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء وجمع بيننا وبينكم في محل نعيم. زيادة السلام عليك يا ابن أبي المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. بفاطمة وأبيها وعلها وأميها والسيد المستودعي فيها، وباسمك المقيم الأعظم العز الذي الأكرم يا الله 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 يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه الله الرحمن الرحيم.
All right.